اما هلا ننتقل لاخبار الفنيه. هاي اخباري المفضله، بنبلشها باعلان الفنان السوري جورج وسوف خطوبه ابنه حاتم على فتاه تدعى امال حلاوي، وهذا اجى بعد خطوبه ابنه جورج جونيور مؤخرا، ونشر صورتين لهم على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق وقال: بلشت السنه بخبر بفرح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي، بتمنى لكم أيام سعيدة وتكملوا العمر بحب وصحة وسعادة، وإحنا كمان نتمنى نفس الإشي. وغير خبر خطوبة أبنائه، لكل حدا اشتاق لصوته، فهو نزل أغنية باسم صاحي الليل على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، والكليب حمل توقيع المخرج رودولف جبر. خلينا نسمع سوا مقطع منها. من صوت جورج وسوف يلي ما بينمل منه للصوت الأردني المميز نداء شرارة. نداء أحلى إشي فيها بأنها بتضل على تواصل دائم مع متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان برا السوشيال ميديا، وبتضل تغني لهم بكل الفرص المتاحة مثل امبارح، فنشرت تسجيل قديم إلها لأغنية حكم القلب لوائل كفوري، والناس تفاعلت معها بشكل كبير. تعالوا نسمعها مع بعض. ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد الملقى، وناس نتلاقى فيهن بتعز علينا الفرقة، وناس بنترافق عدروب نحن وياهن من دوب، ومن بيعرف شو المكتوب من فارق ولا منيبة، ناس بيعشقونا كتير حبن إلنا مش عادي، ناس بينسونا ومنصير نعشقهن نحن زيادي، في ناس بتقسى وبتخون، ناس بتعشق حب جنون، حتى بعذابة بتكون عم بتعيش بسعادة. ننهي أخبارنا الفنية بخبر محزن، وهو وفاة والدة الممثل المصري حسن الرداد، فنشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، نعاها وقال: توفت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نجتمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكل الأشخاص اللي بيحبوا حسن الرداد وبنتظروا أعماله وحسوا بغيابه عن التمثيل، ممكن تتابعوه ببرنامج The Masked Singer أنت مين، لأنه أحد أعضاء لجنة التحكيم بجانب الممثلين سيرين عبد النور وصيخولي ومهند الحمدي.